بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمة نسلم ربي في اللون. وقيد المجلس ويسين ذي الحلقة العلمية ومين فكا يسم لوقام الساقي ما يكتب ربي أي سمحم الدرس بوساقي يسنف كل عنوان مشطوح يسميس الوقت الزمن الوقت ثورة أكن من الله لعمر النغ من المي قاعد دايو نواس نغي قاعد دايو سيمي تاع الدين وسان وكذ وظان سيمي نقص العمر النغ نلايو الوقت نسا 20 سنة سوري هنا عدايا سنت أسيني غي ونسان 20 سنة من بعد 60 سنة ولا الشينية تغل 80 سنة ماشي مثل وعظام غار يسعى 80 سنة ذغت تصوضي مانيك أشي فغ العقل بلك يتخدم ضبيني خسرا خاطي قادريف يغلفيك 60 سنة ورث تسويرا كان من بعد 60 سنة غتسوغالض أم نتسا نتسا قبل 60 سنة إلا مشيني 80 ناقص 60 يساوي 20 صافي الزمن يشبه ربي الموضوع هاكي نحو جيتاك ولاش ورا دينين ولا حوايج غرا موضوع الوقت أي غر أعمارنا أوقاتنا أوقاتنا أعمارنا روح نوسان روح نوضان ينقص العمر النظر لذلك الزمن يسعى القيمة ثم قرآن تغير ربي سبحانه أكون تفكر دليل يشود العبادات غير الوقت فظليث هني ورثي فيه تشود ربي سبحانه غير الوقت أشود هنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حتى الآية ربي يشود فظلف غل وقف لذلك الإمام مالك يرضى ربي في اللاس كتاب الموطأ الباب مزوارو البرمي شابيتر أشو كتاب وقوت الصلاة بالمناسبة إذا عرفت ودينا أوقات الصلاة أوقات اللغة العربية جمع قلة إنسان يستخدم جمع كثرة جمع كثرة ودينا أوقات لو كان دينك صحيح إند وقوت ذا شو المعنى يس وقوت جمع كثرة باش غديني باللي غاس خمسة زلة خمس في الأداء وخمسون في الأجر لاجر نسنت مقر زيد غاس خمسة الوقات الفجر نغصبح الطهور العصر المغرب العيشة ولكن في قذاقي أن تظل غير ما نموت صافي أتصل وقت غير سراجون ذيني مدينة ربي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت أعبد ربي ألا ما ثم وثض فظلي ثور سعار لعذر أظل سواد دوذ مرزمي ضرى استغيميث مرزمي ضرى في ذي سيفوس مرزمي ضرى فوز الماض مرزمي ضرى في نهنيث مرزمي ضرى سفلوع الديسيخ نغوع بوضيخ إذن الظل ورزمي ضرى أتظل بالإيماء شفر بلنيخ سليماجيناسي سليماجيني تتصور الله أكبر دار الفاتحة الله أكبر أما كان تركع تسجد عادي أرنو ياس يا رمضان يشود غل وقت ربينات في صورة البقرة الآية 185 فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولو مكتب ربي ثغزي العمر يفاثي رمضان هذا يصوم يشود غل وقت الحج يشود غل وقت الزكاة حوالا الحول أدياسيون دينا أكيني والله يفكي دار يرزقي دار ربي 100 مليون ملمي أكيني الساقي شفوي وقوراقي شفوي ياس ذو الحجة
ماشي ثورة لا يزكي خاطي إلا قد يظهروا سقاس إلا قد يزيوا سقاس ومقارن حوالان الحول قافل شهر ذو الحجة 1445 مقلش السعيض ما تفض 100 مليون أتسفغض ربوع العشر يعني 2.5% 2.5% يعني تسفغض 6 مليون ضل نفس سعيض 200 مليون أتسفغض 50,000 دينار 5 ملايين سعيض 400 مليون أتسفغض 10 مليون كل شيء محدد ذي شرع النظ إذن يشد الوقت صافي الوقت يسعى القيمة وإذا غنكني سمحتي من المرة نسين قيمة للوقت ما رغد في ذو الهلاكات أنت سيمغور يزري شوط كان ثاق الشرير ثاق الزميرات سلحو أسنيني يروح لعمر النغ ذيني مقلقة فارس وساقين قصة ثان قالوا ثنظر في الاسم بعد أمش أرن فارس الوقت يلا ثورا نفهم بالوقت يسعى القيمة يلا لا نقول قرن ذي الأمثال أشيني الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك يا خاكي نحفظ أشيني الوقت ذي السيف موتي زمضرة ثروي في الله وضحيني الوقت كالذهب إن لم تحرص عليه ذهب هاثان الوقت ثم ذهب ما وتحرص دارة يعني وتحرص دارة وكذا هذا كي يروح وذقر الوقت هو الحياة ولعل المثل الأخير هو أحسن تعبير عن الوقت الوقت هو الحياة خطر حياتنا أوقاتنا أوقاتنا حياتنا كوش ثندين ثورة أدنا نهضر خصائص الوقت نقبل خصائص الوقت تصل الآيات والأحاديث منها ربي سبحانه في القرآن يناد وسخر لكم الليل والنهار أربي الحمد لله سورة إبراهيم الآية 33 إذ مسخر لنا ثاني جريفة سن النغ أس جريفة سن النغ نورمال هاقلا ثورة ذيض بعد المغرب قران ملالت نستثمر الزمن أين من زمر ذقواس ويروح ذا فلاح وذا تجارة وذا القراية وذا مسافر كل يونان دا يروح نستغل النهار ونستغل الليل ضرب بثين دي سخرن وثقي النعمة ثم قران لو كان ذيض لفذا نعيش في حرج ونزمير لا نعيش كان ذي طلام ذي طلام ذي طلام لو كان ذا تسافاف ذي لفذا ذا كيف كيف نفغى إيض وجعل الليل لباسا والنهار إناد معاشا آسي الخذمة وكذا وكذا الراحة السكينة ولكن الاستثناءات مقبولة لأنه قاعد يخدم الدكير وذا عساس ويخدم ذي اللوزين صحي سيدا دي يخدم السمانة ذكير وعادي ولكن العبرة بالغالب الغالب الليل لباس الراحة والسكينة ما ذاس الخذمة إلى عثاف إلى آخره والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة منها النبي عليه الصلاة والسلام ناد نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراخ والله يثمثنا سيناقي كثير من الناس مغبون ما كديوس هذه الحديث فزمرث من منسن القيمة يس مرغ فروح يخي قارن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى تزمرث ذو التاج تاج من الملوك السلطان إن يك سفلا يقراي بقذي صحان وثي وعان ذي موضان وقذي حسن ذي نتسا مركي وعوشة تزالغ ذي سكاليه الله يا ربي الله أمرزقيس ما يوعك الشينية تروح لصيه قال ما تمران غير عجيفان غير مايو في ظارنيك عادي تشفى ما يثمثن يا أخي تشفى ما دي حمل وسيف نصروح ور مايو في ظار عادي وما بشلو لقين حصرة ما كنت الدنيا غسني موفور موفور نلعب موفور موفور
شفامي موفور. ما معنى موفور؟ ثورة أولاكي حسنتو قال لي في العفن موفور الظلام تريسيتي ولاش خزرم ونساي فردان ونساي والو أكي وثوهور 4 متر تغلط ذاكين فنين في الدنيا فنين في زمر غادي ولكن كل وقت الوقتيس ثورة الله يبارك سامك القدرة سامك طوموبيلات سيدي هاي كاميون هاني فولي فيلو ثاني الى اخر معليش كل وقت الوقتيس ولكن في غادي نير يخلي كل وقت رجال ولكن فقط من غلر الزمان نزيك ياكل الزمان ترى لا ثورة اكن ما لاني مثلا قرن الزمان ترى يتسزل شفامي الوقت قبل دياس لون 2000 سنة 2000 إيش بايا غربي تصوض راك على بالش مرد يس أسقوسن 2000 ونظر شا يضرون يا تساس نتم بعد خير الأمور كان أدقار نذي ضرو كذا نذي ضرو كذا يغال 2000 نيوساد يعدى أرناند فيرس 23 أسقوسن 2010 2020 ثورة أقلاغ ذقوسن السفث 15 سقاقور نجويلية 2023 سبحان الله أمشي تسزل الوقت مي كفذا وسقوس يكفى مي كفذا وقور يكفى مي كفذا سمانات كفى باش كان نزر باللي مدخل أدى هضرة شوية خصائص الزمن خصائص الوقت لي كاركتيريستيك خصائص الوقت عطاسي قلان السيكسنت الخاصية ثم زواروث أنه سريع الانقضاء سريع الزوال شو المعنى يس؟ معنى يس الوقت يتسزل بقي المعنى يس الخاصية في السناث ذا شوت الوقت لا يقبل التخزين كل شيء الزمر ذا تفرض أما ذا ذري ما من ذا النعمة ذا كوفي نغذ ذا شليض نظر قصاشي خطر ثورنا ذاين يروحوا كوفي ذاين نقول هذا قصاشي ولكن أنوك زمرنا ديني أذحر زغ 10 أو 20 سنة ذي تخزانت ولاش ولاش البنكات ولاش البوستات ولاش يخزانين ولاش أخوفي ألا غي حرزن الوقت فقلنا رأس قول لغنغ نمسفهم أدنى النوثي ثلاثة الوقت لا يقبل البيع والشراء لا يمكن أن يكون محلا للبيع أو الشراء للتجارة يونوري زميرة ذي الزنز الوقت يونوري زميرة دياغ الوقت ولاش ثيحونا إزنوزون الوقت خطر لو كان اللانت أدنى جو يا أخي تسجون زمور تسجون أمر حد نجون غد نغل الوقت ولاش أرنو يصل خاصيا النظام الوقت لا يقبل التوريث ولاش وردي جن الزمان الوقت وايض كل يوم يتشال عمري سيويث وجدت مورث وجدت زمورث وجدت تركتور ولكن ولاش ودي جن العمر أشينا يرويو جيغاون 20 سنة أسن تغلثم والله والو ولكل أجل كتاب ربنا دو إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هذا نفهم بالوقت قبل التوريث ولا يقبل الهيبة لا يمكن أن يوهب زما تفكر تكشي ولا يقبل الرهن وزما ترهنض إذن الوقت تصل خصائصك ساعة باش نفهم باللي الوقت يا عزيز غلاي آخر نقطة أمشاراً استغل الوقت ذاقي ذاقبال وقي أخطر سؤال ذوى ثم زواروث أمشاراً استغل الوقت ثم زواروث إلى قانسين القيميس من السينار القيميس ذي المحالة سنفك زال أما كنشيني نغنكيني نغنكنياك حاجة نغلاين أتحرزض
أي غار أخاطر تزريض ذا شو سوا ما إلا تجاتيون أستنض ها شو المعنى يستي بلك في طيش فلاس وغفلارا فلاس مي الوقتاقي ذنوكني كان راثي حرزن ملمي من سن القيمة يس وقي الشرط مزوارو الشرط والسين ذا شوث سمحتي حسن التخطيط ذا شو المعنى يس يا أخي قرن قوال من لم يخطط للنجاح فقد خطط للفشل أخذم لوردر دو جورينيك أخذم لافي دو روت أخذم البرنامج سمية ساكن تفغيض أدينيض أذكر الصباح أضروح غد سوق غادي مشاس كامل ميكفيغ السوق أدع الدير في البوسطة أد دمغي ذريمن ميكفيغ أضروح أقبلك الزوال دير البوسطة الله أعلم أضروح البلدية أدخذ مغ الكواغض ميد كفيغ أضروح أتزرغ موضين ميد كفيغ خدم البرنامج أري الهركان بلد مسمح فيه أذكر كانك ولا شيء قيح خاطئ ولا ما تخدم ذا البرنامج الراحة ثلها خطر ذا ماشي الخدمة الخدمة حيلة وسيط راحة أصير كزكا أضروح البحر عادي ذا الراحة أضروح كريم دوكال أسيدي من بابا أنروح نحوس سمكان الفلاني عادي المهم اللي تغيمر بنادم أكاقي الوقت ينسي تزل بلا ما يعمر يث أذير نو حاجة نظن أمشي نستثمر الوقت النظ الطاعة تقلق ذي الجامع إذا تظلثني إذا تسلسة ربي دينا نسلم الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يرنا يا ربي الحمد لله شرعنا يوسع يوسع ثورة مثلا كخوي محمد سعيد إدن طهور نسعى الشغل ونتظل ذي الوقت الني عادي كني ذي الوقت الني ثلا مظلث مع الأذان بعد الأذان وقي قرنس وقت فضيلة إدن الوحدة غير عشرة الوحدة ظلم وقت فضيلة كني بارك ربي يعطيكم الصحة وربي يتقبل من كيدس مشغوليف أنزل في الوحدة ونص عادي في الزوج زوج ونص ثلاثة ثلاثة ونص الربعة هاي مازال أرنو إذا سوم شويط وقيك اسمي الوقت الاختياري يعني من مين الزول أقلق الزول ذي الوقت وقت أداء ماشي قضاء ممن فرط نروح علمي عدى المغرب نغي عدى العشاء ذاقي قرنس وقي وقت قضاء ثغر ذغرمي سنغرم عثا قلت وحاسب في الناس خاطر سلمي الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إلى الوقت فضيلة إلى وقت الوقت الاختياري إلى الوقت الضروري في قدقيك مسائل فقهية مهمة أي ردني غا ولاقي باش كان دينيغ باللي الوقت يغدي فيك ربي إلى قثنة شرط الطاعات أين من زمر فظليت ماذا رمضان أقل نوزان لما يدن المغرب ما إلا سمحتي ونادي السبح يذكر الله ربنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ماشي شويط وسبحوه بكرة وأصيلة أقل كثل الحوض قفريد أما ذي طوموبيل أما فضار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده ذلاجر في قدقي استثمارات نبي صلى الله عليه وسلم يد كلمتان سين مسلين خفيفتان على اللسان
خفيفي فسوسي في يلساون نفيلس يكمل إناد حبيبتاني إلى الرحمن يحملي ثنت ربي سبحانه إناد ثقيلتان في الميزان يعني سعانت لا جرذام قران يزاين ذا شو ثنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا خفيفي دايا فغلت تسبيح وايض سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اقرأ سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت غير القرآن ما تفض القرآن الكريم سيد لاجر إمث وعيد سوالنيك رؤية المصحف سيد لاجر سيد لاجر إمث قارض تلاوة مثل نظام التدبر سيد لاجر نظام شغل بارم الحسنات بارم إلى الميزان الحسنات دايا أقلك تقال القرآن أدين ظلام كتف المصحف القفري مما تحفظه سن سورة ياسين أغرد سورة ياسين سن سورة الكهف أغرد سيد سن سورة تقول أعوذ برب أغرد اقرأ القرآن شغلي مانيه اذكر ربي سبحانه عز وجل الحديث إنك نسينا أفضل الأعمال إنس أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله اذكر ربي سبحانه أي غريف اللحن النغ سمحتي تسفن دوك السبا سار ذكرنا ربي ما روحنا ذمهيرا ذينو من سلام ذينو من سلام أتذكيرا أذكرني يسعى طاسن الفيدات الفيدات أم زواروث ذكر الله يذكرون الله كثيرا ربي مدي فذر الذكر أديني كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لا يقوم السلام ثورة صوت الأحزاب يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إفلاحا أذكرا ربي طاس ذي المناسبات مرا كرزن مرا ميجرن مسروثن ميم ذي المجالس تصلين فن في صلى الله عليه وسلم يونا ذي زموالي وايض غادي ذي الطفاول هذه صلي فن في صلى الله عليه وسلم هذه ظل في النسفة هذه صلي فن في ذي تجارة إلى آخر لفذا يلسى ونسن أرنو ذا الفيذا النظام أنو الذكرقي أدي تسك طاقة سورة ساقيث كوني الجيل بسا سلمكم مقارنة التنمية البشرية والبرمجة العصبية في كل العلوم قيث جديدين على كل حال وإن كان فيها ما يقال بين قوسين أخيني غبلي الذكرقي تسك دفوذ يتسك دفادا ويتسك يفادني وايض ورسيلة راه تخدم التافانتا أتتفضى مير إيا طيج ولا شكل ما تيزور ولاش سوى المظلاني ماشي ديني سهل أسكامل أسكامل أكداوين من دو يديد أكداوين شو تبارو مني دو الزمورث أكد صح شو تقجل أخدم وزرم دي زيك الحيف ماشي دي شويت أيات مثلا سمحتي والله ما تسوق تسوق مارم يمكن وين وقاذ الجدود النار قاعد سن فلانا والله هرمي دي وضغر ذا أدم كثير أرقزني دي أريوين الشيخ عاشور قلاز أثيوين سيم شدالن سيغرم أثيوي سفلان زيلا ظالوظ ذي الهواء شتوان زيك وعر أنوى مغارق تقصدق الدولة إيث كلمة واحدة نعم نشفى عند الشيخ النغ أثيوي الزيلا ولا شا تركتور ولا شا كاتكات ولا شا ولو الزيلا أذ يركض باش أثياوين النشفة ذا أطلس ميد نشفة هذا يسوس كان كاد نسميثين من أين ميد نشفة باش كان لا ننسى فضل السابقين أما كنت الدنيا غير درسني عدان ربي ذي صورة الحشر الآية العاشرة أغدي قارو سوثارا غيم زورا أكي أغدي إنا يا خكا إناد ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. حمل انت مسني سعن في سمين خدم انت زمر ثنسن نقطة كل شيء خدمه كل يون ذا شو يخدم ما ذي مغارة انما تسي مغارة انما كل يون ذا شو يخدم ونتسير الفضل انسان سقلا الحمد لله وما زال يتراجويا خاطر من ذاك ماشي المعنى يس ذمامنا بريئة حققنا براءتنا لا أثنى الشيخ مسعود داكي صغرانا كاين يصغر يا هذا الشيخ مسعود جلوطة هذا أثنى زدتنا شفام دا هاتوا هاي ثورة وعيغ التلاميذ غراني نغرا كيف كيف ورصة داكي قيمة سبحان الله ولا ننسى فضلهم ما ذكرته على سبيل المثال أثنى ذاك الشيخ مع مساعد الله يبارك الشيخ ما شاء الله الشيخ النغ الشيخ الرافع الشيخ صالح الشيخ محمد الشيخ علي وكذاك يعني على سبيل المثال الشيخ محمد يكون لا كلاس في غير يكون التواصل ولاش الانقطاع أكيغدي ربي الزاد هنا ثاقي سلامة الآية ولا يا ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ثلال الآية النظام في سورة البقرة الآية 237 رب غدي قار ولا تنسوا الفضل بينكم الشيخ عمر ثدقي اسمح لي على سبيل المثال كان ولا تنسوا الفضل بينكم الشيخ صادق اسمح لي شيخ اسمح لي شيخ احمد في رمون بغيت مشي يلا سمحتي يلا الى اخره اي ردني غوالاكي ولا تنسوا الفضل بينكم ورسوثارا الفضل كني شركين اتصلي شركين اي غلختارني عدن مدنا المثلني امغار السوال المزي يتسغوال أمر كانتي يتسناول ثلاثة دي سوسيولوج وقادي غران علم اجتماع دوركايم جون جاك روسو دغين تفغير وقاذاقي أسقرديش انتي مسالقي والله مقرغي وقاذاقي تطيوث الفرحان شتيلات سقاذي رحمة ربي مغارن النغف كان غد مفكاس القيمة غير العلماء يجي ونتكسر القيمة ماذا ونتكسر وقادنا السويرة ها ذا وال ذا مشطوح أول يكس الصراع الأجيال ولا شيف يا أخي لا الصراع لو كونفلي يير لي جينيراسيون يير الأجيال المثال هاكي ذا دوا المثال هاكي ذا دوا أمغاري السوال المزيد سغوال هذا غامر كان تيس نوال أمغار السوال رسوا في السوال غ الميزان السوال غ الشرعي في السوال غ الصرفقا السوال سيني الهان الاستقامة لوقامة ما كدنا إلى مزيد سغوال في قراءة شو السنظارة خاطي يزوري كاردونيث شين السنظارة نور السنرة نعم ذي لا تكنولوجيا ذي الأمور عادي أدنو غالن بعد كم بلدغ شيني أحفظ أرنوثا مسني ذاغ جيتيد ذاغ روجي وياض أم بعد أمر كانتي سنوال ربي في كريم السن في الدضاغ يفسن المعنى يسامر كانتي يسعى واجب الإنفاق اغدنا ربي في صورة الحديد الآية 7 إِنَدْ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ أين نفك ربي الأرزاق أنفقوا كلي ون على حسب ثزمرثيس هثا إذن أيث مثلا ما يلا نخدمك نكثر من الطاعات الاكثر من طاعات ارنوياس انخدم الخدمه النظام وهذه الخدمه ذي العباده وين يروح نرتب حيرثيس هذه روح هذه نقش هذه الزوت جور هذه القم هذه سوثاب حيرثيس ثقي عباده من العبادات العمل عباده يونا ذي روح هذه كرز ذي شتوى طبعا يونا ذي روح هذه مجرة يقول نفذو ويضا روحنا خدما وذي غر وذي صغر والتجارة في قد ذي كذي الأعمال ذي الحرفة وقد يستعني الحرفة ذي ريفة سننسن وذا مصوث وذي كذا كل شيء يخدم
اي غر خطر الخذمه تسعه مازال ربي دينان عمرت الدنيا ثنون سل خذمه اتفنوم حضاره سل خذمه اتقرزم الشؤون ون سل خذمه اتفدل الدنيا ثنون سيني الهان سل خذمه ماشي سل امال السير ميلها انسير من سيرم ولكن وها ربي انسع السيرم ونخذم. وربي ناد في سورة الكهف الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل خذ ما عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما شاء الله نشفياس أن نروح لسورة التوبة الآية 105 لشو دنا وقل اعملوا خدمة كمل فسيرى الله عملكم معنى ذا ربي سبحانه وعال خذمان أما ثنا يفرن أما ثنا ديفان أما كل شيء وذا باش نتقن العمل أي غير الشيخ أغفل سنام قران الغش الشيناقي طولت الشطح خطر نغالا ذغفل الغش والحديث من غشنا فليس منا أكيد النبي صلى الله عليه وسلم إما إلا يوني خدمك إشرو سيدي أذي خدم تزمر سما كدنا ثورة في القراية إن شاء الله وقدري ربحنا مبروك في لسن سيتورا المؤجلون وقدر ينجحنا سيادة الساون إذا كيف كيف أذرف دروس ما إلا غندا يفرط غندا يهمل شوية غندا غادي يرجع إيماني سدايا مولاش السنين كيني خدمة تزمر فيه جيخت يا ربي نتخذ الأسباب ونتوكل على مسبب الأسباب جل جلاله يعني خدمة مفلاح أفلاح زرعيت إكرزيت دايا ويتدي السمغين ضربي سبحانه مدمغي أذي يغلو فلاح ذاغ أذي الطفل أذي مير وأذي السروث ولذ نكني أكا غير رشناغ زرعا إن شاء الله تغلثم من جد وجاد ومن زرع حصاد المثل كي يصحفظ زيك أكا من جد وجاد من زرع حصاد ويظند كذا المعالي إذا رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب وين ذن يوفى أتوضا دث غيظ ذا شو إلى قلع ثاذ جسر من التعب يعني ثق طرث العثاب دايا ما ثعت صفض ثعوزض ثزرعض جيت يا ربي ربي سعى الحكمة بلك كيهوز أكيهوز بشد الدقصض ثيك ولا تجرفض التأجيلني بشد الرضا ظهر أصين بقى على خير الخسارة سيدة ساون ذاين خطر تجرفض ثرزيني يرنا كل محنة ثرنو ذي العقل يرنا يقارم ذياز يلهل سبت محنن والشاعر زمانك كذا إند جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال في الرجزة والله ما تسد السهالة ربي ذي القرآن يناد من المؤمنين رجال أحزاب سورة الأحزاب الآية 23 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا واستقبل ثقارا الشفاحة برقاز تسير رقزا تكفى ووال أدو غلا
مي دهضر في الغش ما الا يوني فغا الحلول السهله اشيني كوني تتعاوزن ان كيني سايغ الانترنت سايغ الخيوض ني سايغ يوث نتاع قيثة تيخدم ذاك يدقم الزوغيس لا كونيكسيون غير برا اسدفكن خاطر وكي غيش تكنولوجي زيك الغيش سلاح روز مستوى عالي صح زيك سلاح روز ادي ماركي تاحر زتاكني اتي دي ماركي دقخان بعد مي قغفل الشيخ اتي دي الدم واش تفدك فوسيس وزر امامي وهذه الطافلة هذه كتب يوبن الخطالة نساتي دي غرن النس غذنتا لن نلفاز ولكن ثوراش قراءة سيدي مودي حصر على الغش نغثيك والمثل الحديثة قيل غشاقي من غشنا فليس منا اذ تيرين في التجار التجار الفطاطا الميزان خير ان شاء الله اخطر انواع الغش الغش في العلم ولاش الغشاء ثكر ذا ثم قران ثم ثكر ذا ذي القرايه ازكاد فغدا جنيور اتبنوض الباطمه ماشي زنزله ضافو ضافو تيديوي فروحت ادخنو ياك واش حال الباطمات وخدم لي زونكيت ايه زلزله ثكوا يقعدان ما دو سالونكيت هذا في البلي ابي بريكان ابي بريكان خطر لم تحترم المعايير وبالك انت ذي الغش وقي ذا شو ذي الغش كذلك ذو الطبيب ما الى ذي الغش كيف كيف ما ذو القاضي ما الغش الغش ذيري ذيري سمحتي وانا زريغه شو ذا غفلي ساعه الشيخ نغي مولان سادغ دري سالكي باش يسينيغ يورشنا غر اتسكل فربي زرع اتغلف ان شاء الله ميك فغا ربي المهم الشيني زديض يراك ربي سبحانه هادو غلغ الايه الآية سورة التوبة الآية 105 أشو دينا ربي وقول اعملوا خدمت مدينة فسير الله عملكم ماشي كان دي القراية دي تجارة ماشي كان دي تجارة ذا خدمة في داويض ماشي ما ثبت ساق الرويس أذي خدم مولا الشاف أتيوث ذي ضص خاطئ إلى قد زرد بلي ربي زراكيد ربي يوعاكيد وقل اعملوا فسير الله عملكم وهذا يدعو الى اتقان العمل باش تخدم الشغالي قرزن هذا فسير الله عملكم كمل ورسوله كمل والمؤمنون خطر المؤمنين ما وعنك قرز الشغالي اخين بسم الله ما شاء الله أذي حرز ربي فسنني يخذ من البنتور أذي حرز ربي أنعاميه يعني كنت في تغيوث الفاضنة بزرق تزرام تسمي ما عليش أسن اسمي الفاضنة يروح يونس ثمور ثنغ يغرق غورك شي شاقي حكايتي دي فكاية تسريح باش تضحكو أتصل الدبلوميك ساعة يروح الأمريكان يوضر ذين يترجمه كل الدبلومينس سلونجلي وكذا الحاصل أسمي تقوف اللونترتياني المقابلة يسعى طبعا المراسلات وكذا بلا ما طولغ إذا غايش في ذا دي جبذ الكواغض أدي جبذ لي ديبلوم ناس ريثن الحواجارة زرا شو سنان أنا ناس نكوين حواج ثامو سنيك ما تشيل كواغضيك ماشي ذا سنقصي سنقصا سي القيمه لي ديبلوم لا لا وكاذغ انو غالا نفك القيمه غير الكواغض الي ديبلوم اتروح في موسني تاكي كان سليمان عازمي يا السفلى سلمى كل مثل لذلك خاطر اقلا غنسعيش ذيكس الامام السيوطي نسال ما شيخ هذا نفذر من بعد نمشي الدارينا كي نغا يد نفذر هاد نفذر كو قاد نسن اي مغار نغا نسع نكني نسع ولا ما مش الدالا مش الداليون اتصر نسل في اللسن ما بدنا نظر غرس ان شاء الله صافي نسع العلماء الحمد لله نسع العلماء في مولث الناغ ذي البويران الناغ ذي الجزائر الناغ الى اخره اشوف غادي نير بدا السيوطي جلال الدين السيوطي اي غادي تفذر تزر ما يغار جلال الدين السيوطي إيجاد 300 كتاب
تريكينس 300 كتاب، يعني أكثر من العمريس. أسمي دي حوج يسوى من زمزم، والحديث ند ماء زمزم لما شو ربالة فك الدعوة الخيرين تنويض زر ما شو قذعان غالا. إنس أسأل الله أن يرزقني مرتبة كمرتبة البلقيني في الفقه ومرتبة الحافظ ابن حجر صاحب بلوغ المرام في الحديث. يعني اسمي يوض سمكني داري ذعو ربي غسن تسا ذي العلماء القرآن صاحب الإتقان في علم القرآن إيجاد 300 كتاب أكني يشاض ثموسني يفوذ ثموسني أينك سن الذروس أسقر ربي فكي الدرجة فلان البلقينيكي ذا ذرار إذورار من الفقه الحافظ ابن حجر العسقلاني وقي ذا ذرار إذورار ذي علم الحديث، علم الحديث صاحب كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام من الكتب العظيمة الجامعة لحديث الأحكام. المهم أي غردي ويغا الشهداجي باش نزرى مش فوذنا في ثموسني إلا يون اسميس سخاو، سخاو كي ضارومي مؤرخ فرنسي اسمي سخاو اسمي غران التاريخ جيون سي العلماء مقرانا جنسلمان ذا شو دي هضر في اللاس إناد هو أكبر عقلية عرفها التاريخ ماشي ساقي نهضر في اللاس قطر وغادي يغزي فوال المعنى بوال دول غالما ذا مخلوق قيل الله يذكر بالخير إن جو سنان دي ماريكان ناناس نكونين أحواج ثموسني بعد شو سرنان ناناس لو كان غدي نيض سير ديبلوم ديال البانتور ونسمو قولار الكاغوض ديبلوم أخدناوي أفيذون أكذا ذو بانسوني خدما غزير البانتور غدا ديفان مثنى دينكيني ذا جنيور ديال الانفورماتيك أخدناوي الأورديناتور أخدناوي ونمسنا ومقران يلا وريني عرض كتافك ما يلكشيني ذي الماتيماتيك ذي علم الرياضيات أخدوين مستوى ذي الرياضيات وهكذا وقيد الشاهد بوال المعنى يس ذا شو سنظ ما تشي ذا شو كتفن دي الكاغض خطر في كوال أين اللان دقالاغ يساوي أشو قلان دي الكاغض في كوالا لا أين اللان دقالاغ ذروس فين لن ذي الكاغض أو هاربي الكاغض ذي سعون أزاليس ثموسني أتسعون أزاليس أدو غالغ إمدينا ربي سبحانه في الخذمة أدقار فسير الله عملكم ورسول المؤمنون أبرشو دينا وستردون إلى عالم الغيب والشهادة معنى أكن مثل لام وستثارا أتسغلماك وربي عزيزان غل آخر يخيني غد الآية قيش فماس الآية 105 أتنشود غل الآية 281 من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون من بعد مدينة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون لو كد نغال الجديث ذا شو دناني مزورة في الخذمة ناندويني فغانس كسوس وذي واسينين مدناسي ذي إلا قاذي شروثي ذي ذغا ثفري وحدس أكرا يفهمو مغار أمشي رفهم يقوم كانقي مان بدي يقوم كانقي معنى الجامعة قديم زران ده شو مكاني إيه مغارني مزورا نقف لسني نحفظك مش ولي ذاذي ذاذي بارك الله فيك والهار في لسني نحفظ في لسنا
ذي المثول ثقيل الساحه قاي بارك الله فيك ذا ذاك كيني قلنا شفي غير مغار نزيك للشيخ لنا غاد غرنا كشويه ادفسرني شويه اسيدي ام بافا مي مغار النار اد تفن المعنى ني اغثي تفهم استقبايليت باش تنفهم وتنفهم جاما تنسو مالكين وني فغان سكسو سويدي اول سلم عنايس اذا مالكين كور فغان سكسو سويدي فغان غرون ذي فلفل معليش اول سلم عنايس ويني فغان سكسو سويدي وسنين مدنا سيدي المعنى يستعيض القدري إلى قاذي الشرو سيدي ثرية مثلا أولي وانقارو الوقت ساعة زال ذم قرآن نكني لقصنا عمر سواشو أن شرو في ذي جغون ثلويث أرثي مليليث سلام ربي في اللون.